انفجر بشكل مفاجئ بينما كان يحمله عناصر حزب الله في لبنان. كيف انفجر جهاز البيجرز؟ صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن شحنة الأجهزة التي انفجرت جميعها وصلت للحزب مؤخراً، ومسؤول في الحزب توقع أن برنامجاً اخترقها وفجرها، خصوصاً أن الأشخاص الذين كانوا يحملونها قالوا إنهم شعروا بسخونتها قبل انفجارها، بمعنى أن ما انفجر هو البطاريات الموجودة في هذه الأجهزة. لكن كيف ذلك؟ يتم اختراق الترددات التي تستخدمها هذه الأجهزة وترسل لها إشارات كاذبة تخدع الشاحن لتوصيل طاقة أكثر من اللازم، وهذا الشحن الزائد وارتفاع درجات الحرارة يتسببان بنشوب حريق وانفجار موضعي بحسب دراسة نشرتها مجلة أركسيف. لكن خبراء تقنيين أكدوا أن التفجير الذي حصل يفوق تفجير أي بطارية، ويرجحون أنه تم تفخيخ هذه الأجهزة قبل تسليمها لحزب الله ثم انفجرت بلحظة واحدة.